السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف على التعاليق الزوينه، مرحبا بكم عندي، وشكرا بزاف بزاف. اليوم غنديرو بطبوط معمر، بغيت نشاركو معاكم. عندنا شويه ديال الدجاج ديال الصدر، عندنا فلفله خضراء، عندنا فلفله حمراء، عندنا جوج بصلات، عندنا سكين جبير طري، عندنا 4 دروس ديال الثومه. المهم طحنوا هذا الشيء، وديك الساعه من بعد نزيدوا الزيتون والفرماج ونزيدوا العطريه. صافي طحنا داكشي كله اللي وريتكم، طحنا زدنا معلقه كبيره ديال الموطارد، درنا قزبر يابس مطحون، درنا شويه الكمون، شويه التحميره فابريكا، درنا شويه البزار، شويه الكمون. صافي غنشحروا كلشي، نخلطوا كلشي، نشحروا من بعد نزيدوا الزيتون مقطع، الكحل والخضر. صافي ونديرو تاي نخرقع ونديرو الفرونج والعجينة بلا نشاركها معاكم. أنا شاركتها معاكم العجينة ديال البطبوط، اللي بغاها يرجع للفيديو ديال البطبوط، راه درناها ترتاح، عجناها وراه كترتاح. صافي ندير هادشي تشحر ونعمرو البطبوط ديالنا، كتجي زوين وكيجي بنين. واللي بغا يكونو حارين شوية يدير شوية د الهريسة. صافي وكنخلطو كلشي حتى كيتشحر. درنا شويه الملح ونزيدو شويه ديال الزيت البلديه، زيت العود. نتمنى يعجبوكم، جربوه كيجيو زوينين وبنان. هاي العجينه ديالنا خمرات وارتاحت لينا شويه. صافي شويه نمرو الخمرات ديالنا، نتمنى يعجبوكم. أول حاجة كيتشحر لينا، صافي بقى لينا غير الطماط والزيتون، نخليوها تبرد شوية. صافي نعمرو الخمرات ديالنا، صافي هو الخليط تشحر لينا. زدنا الفرماج، زدنا الزيتون، صافي غنخلطو كلشي تيبرد لينا ونعمرو الخمرات ديالنا. كيجيو زوينين بنان. صافي حنا بغينا نمروهم طيب الطاس ديالنا، نمروهم صافي نجمعوهم هكا مزيان باش ما تخرجش الحشوة. صافي نطيبوها ونكملو هادو لي بقاو لينا.
ونكملوا داك الشيء اللي بقى لينا. نقلبوا فيهم حتى يتحمروا. هما قربوا يوجدوا لينا الرطبوط ديالنا. بداو يتحمرو، أنا درتهم كبار نتوما غير تصغروهم، وكيجيو زوينين وكيجيو بنان. صافي نبداو نقلبو فيهم حتى يتحمرو لينا، نتمنى يعجبوكم. هو من بعد ما طاب لينا البطبوط ديالنا كيجي رائع زوين، نتمنى يعجبكم. كيجي زوين وبنين، نتمنى يعجبكم. كيجي رائع زوين، شكرا كاع اللي كيشجعني وكيدير ليا الكومونتير زوين، كنقول ليه شكرا ومرحبا بكم وبالصحة والراحة. شكرا، السلام عليكم.